حضور طاغ للعلم الفلسطيني بين الأعلام والقبعات والشالات التي حملت ألوان العلم ملأت شوارع العاصمة نواكشوط أياما قليلة قبيل الذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني. مزامير وصافرات وحركية متزايدة للسيارات في الملتقيات الرئيسية وسط إقبال على شراء الشالات التي تزينت بعبارة أحبك يا وطني. حضور العلم الفلسطيني في المشهد استدعى سبر آراء الجمهور حول الاستعدادات الجارية لتخليج الذكرى في ظل استمرار العدوان على غزة. وبالسنة بعد قاع يعود عيد خاص بالمعدل لقزة من الشيخ خاصر لاتنا قاع ما نعيد واتنا لان سيفت المرتان كاملين اتم يقيموا عدين قزة كانوا يحروا بما اننا احنا حررنا بلدنا صارتنا اتم اللي نحروا بلد بلاد المسلمين بصفة عامة وخاصة فلسطين بلاد المقدس بيت المقدس وقز ما يعدل لها حالنا ما قد حد قاعد يتشيش فيه هي متن اللي يعدل فيها من كثير ارواق بيد من بارد ولا جابر حد يتكلم باطل فيه. بعض المواطنين راى انه لا معنى للاحتفال بالاستقلال في ظل الظروف القاسيه التي يعيشها اخواننا في غزه. احتفال موريتان بالاستقلال العام ظروف قاسية جدا بالنسبة لأخوتنا الفلسطينيين كود عودانهم يكتلوا يرتكبوا فيهم الجزر ذا بلا معنى نعود نحن بجيشنا بعتادنا ونعود ما ساهم بشي منه يسوى شنو ساعدوا بأخوتنا ونعاونهم ندافع معاهم عن وطنهم نحن لا مدى واحدة المسلمين لا واحد ذاك الحديث اللي فيه مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له كافة الجسد بالسهر والحمى. وبعضهم رأى أنه من منطلق أننا أمة الجسد الواحد فإنه ينبغي لنا أن لا نذر الاحتفال في مثل هذه الظروف. نقول لهم ما يلا نحتفل به ولا يلا نعتها لأن نحن أمة واحدة. لأن هذه أمة واحدة نحس حد منها شيء يلا نحن كاملين نتعاون معاه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نحن ما نبقى نحتفل بعيد الاستقلال لأنه استقلال دولتنا وهذا ولكن هون دولة أخرى عندها شيء من الظروف يلا نمشي معاه فيها نوقف معاه فيها نعود حاسين إحساسها هي اللي حاسة هي به من الجوع من نقص الأموال وهذا الله وعدهم من يصبروا ليعطيهم ذاك اللي عاطيهم